صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعادة وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله وصباح كل حاجة حلوة انتوا سببها في دنيتي. عايزة اقدم شكر صغير قد كده، او مش شكر صغير بس هو شكر كبير قوي من جوه 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 قلبي لكل متابعينا وكل متابعيني وكل حبايبي وكل اخواتي. وعايزة اقول لكم على حاجة، ان كل واحد مننا، يعني هقولها لكم بمعنى كلمه، محدش مننا بيموت ناقص عمر، بس في ناس كتير قوي بتموت ناقصه سعاده، بتموت ناقصه سند، بتموت ناقصه ان هي تلاقي حد يقف معاها في كل وقت، بتموت ناقصه جبر خاطر. فما يعني اكتر حاجه ممكن نعملها ان احنا نعوض الناس دي عن الحاجه اللي هم بيموتوا وهم ما لقوهاش في حياته. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هطلب منكم النهارده طلب صغير، ان انا مش عايزاكم الدنيا تلهيكم وتنسوا اللي حواليكم، تنسوا الناس اللي بتحبكم، وتنسوا ان انتوا تسندوا، تنسوا ان انتوا تكونوا سبب في سعاده الناس، وتنسوا ان انتوا تكونوا سبب في جبر خاطر حد، تنسوا ان انتوا تكونوا واقفين مع حد وهو محتاجكم. اوعوا تنسوا حاجه زي كده، علشان دي ما بتتنسيش. دي ما بتتنسيش. حتى الواحد لما بيموت هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتفضل. عمر جبر الخاطر ما بيتنسي، عمر الطبطبة ما بتتنسي. اللي انتوا عملتوه معايا من امبارح للنهاردة، انا كل ما بشوف كومنت بشكر ربنا عليه. عارفة ومتأكدة ان دي طبطبة ربنا عليا. عارفة ومتأكدة ان ربنا بيحبني قوي 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 قوي، ان هو يكرمني بناس زيكم. انا امبارح شفت كميه كومنتات وكميه رسائل وكميه دعاوي، سواء على صفحه البرنامج او على صفحه القناه او على الفيديو لما نزل على اليوتيوب او على صفحتي الشخصيه او على الواتساب بتاع الصفحه نفسها، كميه رسائل. قسما بالله انا لو قعدت عمري كله احوش في حب ناس، عمره ما هيبقى بالشكل ده كده. فربنا يديمكم دايما نعمه في حياتي، وربنا يديمكم طبطبه عليا في كل وقت، وربنا يديمكم دايما قوتي، وربنا يديمكم سندي، وربنا يديمكم كل حاجه حلوه في حياتي. فانا بشكركم جدا 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 جدا، لو قعدت اشكركم من هنا لسنين قدام مش هوفيكم حقكم. بجد انتوا طبطبه من ربنا، ربنا يجعل لكم دايما في كل خطوه خير، ربنا يرزقكم دايما الخير، ربنا يجعل الحب دايما في اعماركم والبركه في اعماركم ويرزقكم السعاده لقلبكم ويريح بالكم يا رب. ما كانش ينفع ان انا ابدا الحلقه بتاعت النهارده من غير ما اشكركم ومن غير ما اقول لكم يعني ده جزء بسيط قوي من اللي جوايا لكل الناس اللي جبرت بخاطري امبارح، وكل الناس اللي بعتت لي، وكل الناس اللي دعت لي. ربنا يا رب يديكم اضعاف 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 مما دعتولي ومما اتمنيتولي امبارح. ما تحرمش منكم ابدا يا رب، يومكم كله خير وسعاده.